الراديو 90-90 هواها مصر. في الجو البرد اللي ملوش ملامح ده وانا بقلب على اليوتيوب لقيت فيديو كليب كده ان صح التعبير اننا نقول عليه هذا المصطلح العصري جدا لسي عبده اللي هو محمد عبد الوهاب موسيقار الاجيال، ولقيت اغنيه مشهوره عنوانها ايها الراقدون تحت التراب جئت ابكي على هوى الاحباب. متصوره بقى فين؟ متصوره وسط مقابر الامام الشافعي، ما تعرف المجاورين مش قادره اميز تراب الغفيره الله اعلم، بس للامانه كده كانت حاجه كده فخيمه شغل تلاتينات، وما ادراك بقى ما التلاتينات، حتى المقابر كانت فخيمه. ما علينا، الغنوه دي قلبت عليا المواجع، مش مواجع اللي راحوا لان اللي راحوا موجودين معانا دايما، لكن فكرتني بحدوتة فيلم تاني كان مشهور وعنوانه مدافن مفروشة للإيجار، كان بطولة محمود ياسين ونجلاء فتحي. حتى في عز أزمة بداية ظاهرة سكان المقابر، الغنوة دي بقى برضو فكرتني بالفيلم اللي فكرني بقصة سكن المقابر. مين صاحب الفكرة النميسة المرعبة بتاعت يلا نسكن القرفات دي؟ مين؟ ببساطة كده وعلى بلاطة، التاريخ هو المعلم والقائد والكل في الكل في أي موضوع. يعني لما نفر كتب التاريخ كده نلاقي إن في عصر الإضمحلال الثاني اللي كان بعد الأسرة 18 اللي هي يعني كانت أهم أسرة في التاريخ الفرعوني، الدولة المركزية الفرعونية انهارت وحصل انحلال للقوى وبقى في فوضى فظيعة والناس سكنت فين؟ قولي فين بقى كده؟ أيوة في المقابر الملكية. تخيلوا المقابر الملكية اللي الناس بتيجي من آخر الدنيا تتفرج عليها، المصريين القدماء سكنوا فيها في عصور الإضمحلال والفوضى، وبكده بقى وعلى بلاطة أثبت الشعب المصري إنه سابق في كل حاجة وفي أي وقت للأمانة. زي ما بقول لك كده، بعد الفراعنة بشوية حلوين وفي عصر الفاطميين والمماليك الناس سكنت القرفات اللي بناها الخلفاء وسلاطين المماليك، وانتشروا ما بين قرافة المماليك وجبل المقطم، وكان فيهم بقى ناس صوفيين مشاهير زي مثلا الشاطب يعني وغيرهم مثلا. ومع الوقت بقى الحدوتة بقت عادة، بس مش لكل الناس، ما هو مش أي حد يسكن في المقابر، الحدوتة مش سايبة يعني لمؤاخذة. بس قبل ما انسى بقى، شامبوليون شخصيا اللي هو فك لغز حجر رشيد والأبجدية الفرعونية لما زار مصر سكن في مقبرة الملك رمسيس الثاني هو والبعثة اللي كانت معاه. تخيلوا نقلنا الفكرة للأجانب، ده احنا جبابرة يا جدع، والله العظيم جبابرة. نرجع لحدوتة ان مش اي حد يسكن في المقابر ومش اي مقابر تتسكن، الحدوتة ليها سيستم وتفاصيل. يعني القرفات بتاعت البشوات اللي تحسها كده ولا أجدع فيلا في أجدع كومباوند، لا دي مش أي حد يسكنها، والقرفات العادية ليها ناسها وكله بتمنه، ما هو السيستم ليه تفاصيله وناسه برضو. عمنا خيري شلبي كتب عن القرفات وسكانها أكتر ما كتب عن القاهرة وناسها. عمنا خيري شلبي كان عاشق للحدوتة دي، ويقال إنه في فترة من فترات حياته سكن في حوش محترم بتاع باشا من البشوات بتوع الزمن اللي فات، وكان جايب واسطة. تخيلوا شفتوا السيستم. بس الغريبة بقى أننا الشعب الوحيد اللي موسيقار أجياله غنى للراقدين تحت التراب وجمهوره قرر يعيش مع الراقدين تحت التراب بس فوقيهم الصراحة، ودي قمة الإعجاز العلمي والموسيقي في نفس واحد للأمانة. إيه دنيا.